دكتور محمد نصر علام وزير الري الاسبق. مساء الخير يا سياده الوزير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. سياده الوزير، كيف ترى جهود الدوله المصريه في ما تفعله لصالح الموقف السوداني والموقف المصري الى الان، وغدا التلات في الدوحه في اجتماع لوزراء الخارجيه العرب موجود في الدوحه، هيكون موجود بكره ان شاء الله. تعقيب حضرتك ايه؟ وشايف الجهود ايه؟ الجهود لو بنتكلم على جهود المملكة العربية السعودية، على الأردن، على مستوى العراق لإيجاد موقف عربي موحد لمصر والسودان. هو في يمن لو احنا كلمنا عن جهود الدولة المصرية فدي طبعا متشعبية، لأن في جهود طبعا سياسية، في جهود فنية، في جهود عسكرية وأمنية. نعم. الدولة المصرية ماشية في جميع الاتجاهات للحفاظ على الأمن المائي والأمن القومي المصري بكافة السبل. وده الحقيقة لازم المواطن المصري يعرفه. أيوة. ولازم كل صحيح صحيح كلنا يقتنع بذلك يعني. نعم. دي اول حاجه. بالعكس، احنا كمان اعتقد سياده الوزير يعني احنا محتاجين الدعم الشعبي يكون واضح، يعني الدعم الشعبي موجود لكن محتاجينه ايضا مع الدعم السياسي والدبلوماسي ايضا. هو الحقيقه يعني في جميع العهود الرهان على الشعب المصري رهان ناجح. نعم. شعب عظيم، شعب دايما ورا القياده في المحن. صحيح. انا واثق تماما من الشعب المصري، واثق تماما من وقفته مع القياده السياسيه في كل خطوه. طبعا طبعا صحيح. الحقيقه اللي انا عايز اقولها، الحقيقه الجهود اللي احنا بنشوفها حاليا دي جهود سياسيه. نعم. الجهود السياسيه دي الحقيقه ده اطار عام للتحرك على مستوى العالم. اولا شرح القضيه المصريه، شرح الحقوق المصريه، محاولة جذب الإجابة أو استجابة العالم للمطالب المصرية. نعم. ده الحقيقة الوزير شكري ووزارة الخارجية جهودها إلى، وعلى فكرة مش بالسفر والتحرك فقط، ولكن حتى باستخدام الإنترنت والمؤتمرات. صحيح. والندوة بشكل مكثف عالي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في هذا الأمر. احنا النهارده الحقيقه في مؤتمر مهم جدا جدا اللي بيحضره السيد وزير الخارجيه حاليا، لان هي دي الدائره الاولى لمصر، الدائره الاولى اللي هي الدائره العربيه. ايوه. دي الدائره اقرب الدوائر. اقرب الدوائر الاقرب. نعم. واكثرها التصاقا واكثرها مشاركه تاريخيا معاها. فطبعا الاشقاء العرب الحقيقه ليهم جهود كبيره في جميع الاتجاهات يعني، ودعمونا قبل كده وما زالوا يدعمونا واحنا بندعمهم. فأنا إن شاء الله براهن على هذا المؤتمر. نعم. إن المؤتمر يطلع بتوصيات قوية، توصيات قوية يعني إيه الحقيقة؟ إيه العالم العربي؟ العالم العربي فيه دول كبيرة. أيوة. سواء من ناحية سكانية أو من ناحية الاقتصادية أو من ناحية سياسية، سواء كان الجزيرة العربية أو المغرب العربي، ففيهم الحقيقة دول لها قوة ولها نفوذ في أفريقيا. نعم. فأنا شايف الحقيقة إن إحنا نستخدم هذه القوة بما لها من قوة اقتصادية وتواجد اقتصادي قوي جدا. نعم. في منطقة القرن الافريقي وشرق افريقيا. كأداة لتهذيب مسار الاسلوب السياسي الحقيقة. فلو احنا قدرنا ننجح في ذلك، وارجو ذلك ان شاء الله، ده هيكون ايضا انذار لبقية العالم لاتخاذ مواقف على الاقل عادلة. نعم. من القضية المصرية السودانية نحو الاسلوب. قضية عادلة. الامر اللي انا بتمناه اشوفه من القاده العرب. ده تتوقع ايه غدا في 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 الدوحه؟ توقعات حضرتك. انا الحقيقه هذه الازمه اللي احنا عايشينها بتفكرني بازمه 73. نعم. وبتفكرني بموقف الملك فيصل العظيم الله يرحمه. نعم. من مصر وتغيير الموقف السعودي تماما لصالح الموقف المصري والدفاع عن الحق العربي. انا اتمنى ان شاء الله بكره اشوف في نقله نوعيه، وخاصه ان قطر كمان دخلت معانا في القضيه العربيه والتضامن العربي. نعم. واتمنى ان يطلع قرار قوي قوي حقيقه. قرار تقصد قرار ولا توصيات حضرتك؟ لا والله قرار. قرار. نعم. ويلزم الدول العربيه بمسار معين لدعم الامه المصريه والسودانيه في هذه الازمه اللي احنا بنعيشها. نعم. سواء كان على مستوى مجلس الامن أو على مستوى المفاوضات مع إثيوبيا. نعم. وتوجيه عبارات واضحة وصريحة إلى إثيوبيا. أيوة. لو ما تمش كذا هيتم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يعني مثلا. أيوة. لو تم سحب
عده مليارات، عده مليارات فقط مما يودعه العرب في الحساب البنك المركزي الاثيوبي قد ينهار الاقتصاد الاثيوبي فورا. نعم. العرب عندهم قوه، لا عندهم استثمارات، عندهم قدره، عندهم. فنرجو ان يكون المؤتمر ده بيعلن عن انياب العرب وقدرتهم على التعامل مع الدول التي تريد استغلال بعض الدول العربيه بشان نهر النيل، يعني احنا والسودان، وبشكل مقزز يعني. نعم. فدي انا منتظر ان شاء الله، وفي نفس الوقت استمرار المسيره المصريه بهذا الشكل للتصعيد السياسي على مستوى العالم. وانا الحقيقه برضو كنت عايز اوضح كلمه عن طريق برنامجك المحترم يا استاذ عزه. شكرك. انا شايف ان المصريين ساعات بيرتبكوا جدا لاي تصريحات سودانيه تبدو انها فيها طبع خاص، ولكن السودان الحقيقه دوله شقيقه طبعا، ربطنا فيها مصير واحد، مصير واحد يعني. نعم. ربنا سبحانه وتعالى احنا والسودان اتخلقنا يعني عشان يعني اعتقد يوم القيامه هيقوم علينا كأمة واحدة إن شاء الله. فنرجو إن احنا نلتزم بذلك الحقيقة. أيوة طبعا. بذلك. نعم. ولو في إشارة، احنا عندنا هنا القيادة المصرية ما ترضاش بأي خلل. صحيح. تولى إصلاحها، لكن احنا ندخل فيها ونتكلم فيها بما لا يليق. لا ده مرفوض، ده مرفوض. وأكيد الأصوات دي أكيد يعني مش بتصور، لكنها أكيد سيادة الوزير أصوات أصوات مغردة، حتى مش 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 ضد السودان، لا دي أصوات مغردة لمصر نفسها. فأعتقد أنه دي رسالة واضحة، يعني رسالة واضحة. نعم. طيب شايف أنه الفترة دي ممكن يحصل فيها تحرك إيه تاني بخبرة حضرتك، وإيه ممكن يكون؟ كل حاجة متوقعة، وده يعتمد، كل خطوة تعتمد على نجاح هذه الخطوة، واللي بعديها يتغير حسب هذه النجاح، حسب النجاح. اللي أنا بقوله مثلا القمة العربية لو طلعت قرارات قوية أيوه هيغير المسار، وهتتغير الدنيا، هتغير ردود أفعال دول كتيرة. خلي بالي حضرتك دلوقتي ده مهم نوضح للناس أهمية الاجتماع في الدوحة بكرة. طبعا مهم. نعم. جدا. وبعدين مهم جدا هنعرف إن العرب نفسهم دلوقتي على قناعة كاملة انهم لا يعتمدوا على دولة بدون دولة، انما يعتمدوا على قوتهم الذاتية. واحنا قوتنا الذاتية كافية الحقيقة لإطارة مصالح العديد من المصالح على مستوى العالم كله يعني. نعم. فاحنا عندنا قوة قوية جدا اقتصاديا، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمه ويزيد ذلك في دول الخليج مثلا. عندنا دول ليها شأن سياسي ناجح. أيوة. في المغرب العربي. أيوة. عندنا دولة مصر، دولة محورية تقود سياسات على مستوى العالم كله، الناس كلها بتحترمها. نعم. احنا دول لو اتحدوا مع بعض ثلاث اربع بس دول مع بعض كده هيبقى اليوم شأن كبير جدا في صناعة القرار الدولي، طالما ده مقدر التقدير واضح، واهمية مسألة بناء السد واضح لدى العرب. ده اللي حضرتك تقصده، عشان كده شبهته ب73، نحن الوقفة لا تقل من جانب العربي مع مصر والسودان، لا تقل أهميتها عن أهمية ما حدث في 73. وأنا متفائل بالعرب إن شاء الله واجتماعهم إن شاء الله. أنا بتفائل بكلامك عموما يعني. إن شاء الله بكرة نهني بعضنا إن شاء الله. طب هايل. طب ما ناخد معاد بكرة بقى نكمل يعني، عشان بس ما يعني تحت أمر. شكرك يا سيادة الوزير، شكرك. على الموقف الدولي، هل يتوقف تبقى لمخرجات الغد الموقف الدولي ممكن يبقى عامل ازاي؟ يعني ننتظر تبقى لمخرجات الغد أيضا تغير ما من الموقف الدولي؟ طبعا يا فندم، انت حضرتك لو تلاحظي في تغير كبير جدا في المنطقه العربيه النهارده. نعم. عندنا مصادر السلاح النهارده غطت اوروبا وروسيا والصين زي دلوقتي المنطقه الافريقيه. الكلام ده من 5 سنين كان كلام سحر. ايوه. فما كانش حد يقدر يتوقع هذا الامر. الصين وروسيا واوروبا. فالامور دلوقتي العالم كله مهتم بمصالحه جامد في هذه المنطقه. صحيح. الدول العربيه في دول محوريه كبيره واحنا كلنا عارفينها، قادرة على إدارة هذا النظام المصالح والتوازن ما بين القوى الدولية المختلفة. نعم. أعتقد في تعطش كبير لمعرفة ماذا سيحدث في مؤتمر القمة العربية. تعطش عالمي. تعطش دولي عالمي وأقليمي. نعم.
وانا ارجو الحقيقه ان احنا نكون على قد المسؤوليه ونكون على قد توقعات العالم، ان نكون قراراتنا تصل الى هذا المستوى الذي يحترمنا به العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله بكره نكمل مع حضرتك، وبشكرك فندم، بتشرف بالمداخله مع حضرتك. شكرا.